من كان عمري 15 سنة بنيت لي كوخ في الحديقة. الكوخ كامل بيبان من شبابيك من أرضية كلها من الخشب. كل هذا كان جاي من حبي للخشب. الحب بدأ من بدري. الوالد كان يأخذنا على سوق الخشب وإحنا صغار، كنا نشتري ألواح خشب وعمدان وأرجع البيت أقطع وألصق. كنت أصنع أشياء بدائية جداً، ولكن كان يجيني شعور جميل جداً إني أصنع شيء من ولا شيء. جاني دعم كبير جداً من زوجتي وأهلي وأصدقائي. خلال دراستي في طب الأسنان كنت أقضي كثير من وقتي في المعمل، وطبعاً هالشيء من صميم دراستنا ندرس عن المواد كيف نقصها كيف نصنفرها كيف نتعامل معها. والله المشروع هو متنفس، أنا أحط فيه كل وقتي وأستمتع مرة في الشغل فيه. منصة محلي فنون أعطتني مجال إني أوصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وغير كذا ريحت راسي من كل شيء ثاني. صرت أركز في عملي، أركز في التصميم وأركز في الإنتاج، لا أشيل هم التسويق ولا أشيل هم التوصيل ولا الطلبات ولا المدفوعات.